حلقة جديدة من كورس كامل متكامل شامل باللغة الإنجليزية بطريقة مبسطة حطيت لك إياه. اليوم رح ناخد درس قواعد مغلب الناس كتير والأمريكان بيغلطوا فيه كتير. شو القصة؟ يلا نشوف مع بعض. حبيب قلبي أسود سبيتا، اليوم رتبنا لكم حلقات المنهج كلها في قائمة تشغيل واحدة بتلاقيها مكتوب عليها ابدأ من هنا منهج شامل، كتب لك عليها ابدأ من هنا. سيب كل الفيديوهات اللي في القناة، سيب كل قنوات قوائم التشغيل وخذ هذه القائمة، هيها مرتبة من حلقة واحد. ضلك امشي معايا، بتشوفوا الواحد بيقول لي من وين ابدأ، بإمكانك تبدأ من هذه الحلقة من رقم واحد وضلك مكمل. الكتاب أفخم كتاب وأكثر الكتب مبيعا لغاية الآن الحمد لله في تعليم الإنجليزية، مبسط مشروح بالبلدي، تصميم رائع جدا بأسئلة محلولة ومش محلولة، إمكانك تحصل عليه من أي مكان في العالم. هاي أرقام التليفونات أو رقم الواتساب اللي أنت بدك تراسلنا عليه عشان تحصل عليه، برضو حط لك يا محمد من هنا استفيد. حبيب قلبي سود سبيتا، أهلا وسهلا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الدرس بالنسبة إلي لذيذ هيك، وزي ما بقول إخواننا التوانسة تحفون تحفون، يعني زي التحفة. ليش؟ انه بخليك تتفلسف على ناس كتير بالمستواهم متقدم كتير بالانجليزي، بل والله انك تروح تتفلسف على امريكان فيه. ايش القصه اليوم؟ الدرس هو عباره عن زمن الماضي البسيط. طبعا الكل الان حيطلع من الفيديو يقول لك اه انا بعرف هذا الزمن، مش محتاج هذه المعلومه، يلا روح نروح اعمل زي الامريكان وغلط فيه. الزمن هذا مميز ولذيذ رغم انه سهل، لانه ناس كتير بتغلط فيه، كتير نسبه ساحقه. فاليوم راح احط لك اياها بطريقه بسيطه، ايش هو هذا الزمن، متى لازم استعمله، بعيدا عن الكلمات الداله والتعليم تاع المدرسه كيف تعلمناه، وكيف تقدر تطبقه وتحط اي جمله بدك اياها، والفرق بينه وبين ازمنه ثانيه، وليش الامريكان والمستوى المتقدم كثير منهم يغلطوا فيه. ما هو الماضي البسيط؟ ركز معي، ماضي يعني صار في الماضي. الماضي البسيط هو زمن، هذه اهم حاجه في كل الدرس، هو زمن نستعمله للتعبير، هذه الجملة اللي قاعد أكتبها هي أهم حاجة، هو زمن نستعمله للتعبير عن حدث، شوف معايا، صار في، هاي رقم واحد الماضي، صار في الماضي وخلص، رقم اثنين خلص يعني مش مستمر. طب ضل شرط هذا هو اللي بيميزه، هنا بتقع المشاكل، إنه يحدد لي متى، يعني يحدد لي متى صار في الماضي، وهذا هو مربط الفرس والغلطات الكبرى بتقع هنا. تعال نفهم ايش معنى هذا الكلام. لما انا بدي اقول انا اكلت شوكولاتة، تعال نشوف، انا هو الفاعل، أكلت في الماضي، هل خلص ولا ما خلص؟ أي خلص، أكلت خلصت. إذا الشرط الأول انطبق عليه هو ماضي، الشرط الثاني خلص، الشرط الثالث، هل حدد لي متى في الماضي؟ لا. وهنا غالبية الناس والأمريكان مستواهم متقدم والعرب اللي بتبعوا اللغة الأمريكية بيروح بيقول لك بالعربي I ate chocolate. خليك معي. ناس كتير راح يقول لك ما هي انت مش اشطر من الامريكان، هي بنحكي وهي صح وما فيش مشكله وانا هيني عايش بينهم بيحكوا بس لو روحك على التوفل والايلتس وتقدم امتحان وتوفل صفر صفر، هذه صفر، اذا كان عليه درجه السؤال فانت بتاخذ صفر. اذا بيحكوها الامريكان، بتقدر تحكي زيهم، بيحكوها في الشوارع وكذا، بس لما تروح تقدم امتحان تاخذ صفر. طب ليش؟ لانه هذه زمن ماضي بسيط، بس هذه الجمله مش ماضي بسيط. عشان اخليها ماضي بسيط لازم احدد الزمن، فبقول انا اكلت شوكولاته بالامس او الاسبوع الماضي او قبل ساعه او قبل خمس ايام، فبصير يقول I ate chocolate yesterday. طيب اذا تعال نشوف الجمله هذه، اكلت في الماضي خلص حدد لي الزمن بالامس. اذا ايش الفرق بين الجمله الاولى هذه اللي بالازرق والجمله هذه؟ هذه ماضي بسيط، ليش؟ لانه تحققت فيها الثلاث شروط، انه ماضي وخلص وحدد لي متى الزمن. هنا ماضي هل خلص؟ خلص. طب هل حدد لي الزمن؟ لا ما حدد لي. اذا بتنفع تكون ماضي بسيط؟ لا. ها ايش بتكون؟ هذا بالضبط
هو زمن المضارع التام اللي هو the present perfect. إذن لو أنت رحت قلت بدي أعمل زي الأمريكان، عمرك ما بتسمع أمريكي بيستعمل المضارع التام تقريبا، يعني نادر جدا. أنا في حياتي قابلت أمريكان مش عادل شعر راسي، عمري ما سمعت واحد بيقول have or has، عمري ما سمعت. كلهم بيستعملوا فيش عندهم مضارع تام، بيستعملوا الماضي البسيط طبعا في الامتحان صفر، على عكس البريطان أهل اللغة والقواعد دائما بيستعمل الماضي المضارع التام والماضي البسيط والفرق بينهم. إذن شروط الزمن هذا، بدي أمسح هذول الجملتين عشان راح نأخذ أمثلة. شروط الزمن إنه يقول لي متى صار إنه في الماضي وخلص، ولكن حدد لي متى في الماضي. تعال نأخذ التركيبة تبعت هذا الزمن. إذن أفهمنا متى بستعمل هذا الزمن بدون كلمات دالة. أنا جبت سيرة كلمات دالة، حد الله ما جبت، زي ما علمونا في المدرسة yesterday و last week، ما لناش دخل في هذا الكلام، كله بطيخ ملوش أي علاقة كلمات الدالة. إذن أنا عشان أعرف الزمن بس بدي أشوف ثلاث حاجات. أي حاجة بدي أقولها بالإنجليزي في الماضي وخلصت وقال لي متى في الماضي، بستعمل الماضي البسيط اللي هو past simple. طب إيش التركيبة تبعته؟ التركيبة بشكل بسيط جدا، التركيبة عبارة عن فاعل زائد التصريف الثاني من الفعل اللي هو الماضي البسيط. في ناس كتير تعرفش ايش يعني التصريف الثاني. التصريف الثاني زي ما بالفرنسي بيقول الباسي كومبوزي، ها اللي هو التصريف الثاني. احنا كل فعل عندنا صيغة المضارع منه، زي مثلا eat، هذا هو المضارع، هذا هو المضارع. او في ناس بيقول عنه المصدر، او الناس بيقول عنه التصريف الاول، ها كل البلد بتسميها التصريف الاول على حسب. التصريف الثاني هو eat، او التصريف بنقول عنه التصريف الثاني او الماضي البسيط. التصريف الثالث eaten، التام او نعتبره صفه بس. اذا احنا بناخذ دائما هذه التصريف الثاني من الافعال سواء ed او شاز او منتظر، بعدين بستعمل بعديها المفعول به او بحط بدالها صفه، اما مفعول به او صفه. حلو. بس تعال ناخذ مثال فاعل. فاعل من دقول ناخذ نطبق مباشره، من دقول اي مثلا فاعل، او بلاش اي نستعملش دائما اي، ها بدنا نقول سارة بالاي او بالاتش او بدون اتش. بدنا نقول لعبه كوره played، تصريف الثاني من played football. هل الجمله هيك صحيحه؟ غلط. ها والله يا استاذ لسه انا قصه، يقول لي متى في الزمن. برافو عليك. اذا سارة played football last Friday مثلا، هيك صارت ماضي بسيط، صار في الماضي وخلصت وحدد لي متى الزمن. التركيبة فاعل، فعل في التصريف الثاني، مفعول به، وحدد لي متى في الزمن. إذا هذه ناقصها هنا زائد تحديد الزمن. طيب كيف أنا بدي أنفي هذه الجملة؟ كيف بدي أنفي جملة بهذا الزمن؟ قال لك علشان تنفيها بتعمل حاجتين تنتين. ايش هي؟ بتنزل الفاعل زي ما هو سارة او مين مكان الفاعل، وبعدين بتحط بعدها مباشرة هنا did not، او اللي هي اختصارها didn't. طيب الفاعل، قال لك الفاعل بيرجع لأصله اللي هو مين؟ اللي هو التصريف الاول هذا. ليش؟ قال لك اي جملة في الانجليزي، اسمع التخشيشة، اي جمله بالانجليزي فيها did و didn't ولا does و doesn't ولا do و don't، الفعل مباشره بيرجع لاصله بغض النظر مين الفاعل. اذا وين ما تلاقي جمله او سؤال فيها did و didn't، does و doesn't، do و don't، ترجع الفعل لاصله، بتصير ساره didn't play، وبعدين بتكمل الجمله زي ما هي. ساره did not play football last Friday، نفيناها. نفس الشيء. طب هيك احنا اذا لما انا بدي انفي جمله في الماضي البسيط شو بسوي؟ بعمل حاجتين، بحط didn't قبل الفعل، وبرجع الفعل لاصله للمصدر للتصريف الاول. وصلى الله وسلم وبارك. اذا هي اخذنا كيف نركب جمله مثبته، بعدين اخذنا كيف ننفيها. قبل ما بدنا نروح نكون سؤال، لاحظ انه هنا في عندي فاعل وفعل، وايش هذا؟ هذا مفعول صح؟ طب هات نكون جملة بالصفة بدل المفعول. بدي أقول أحمد
was angry yesterday. Yesterday. لاحظ انه احمد وين الفعل في الجملة هذه؟ angry. غلط. angry صفة. angry معناتها غضبان صفة. ويستدعي معناتها بالأمس. وأحمد هو الفعل. وين الفعل؟ هو الفعل was اللي هو كان. لاحظ انه أفعال الكينونة هو الفعل be هذا. التصريف الأول منه هو am و is و are. التصريف الثاني منه هو was و were. والتصريف الثالث منه هو past participle هو been. وأنا شرحت لك في أكثر من فيديو قلنا إنه دائما الصفة إيش بيجي قبلها دائما واحدة من مشتقات بي السبعة هدول. كم واحد هم؟ سبعة. السبعة. إذا أنا هنا بدي أخذ التصريف الثاني من الفعل يكون. مين التصريف الثاني من الفعل يكون؟ إما was أو were. مين اللي بيحدد لي الفاعل؟ أحمد يعني هي. هي إيش بياخذ؟ بياخذ was. فقلت أحمد كان غضبانا بالأمس. طب سؤال، إذا بدي أنفي جملة الصفة في الماضي البسيط شو بسوي؟ هنا بحط didn't. إيش بسوي؟ بقول أحمد was not angry yesterday. طب لحظة، ليش ما حطيناش did؟ ليش ما حطيناش didn't زي هنا في جملة الصفة؟ قال لك جملة الصفة تحتوي على الفعل المساعد الأساسي اللي هو الفعل بي، وهذا مش محتاج فعل مساعد تاني يجي ينفيه، هو بينفي نفسه، مجرد تحطه وتحط له نت وخلص. هذا الكلام قبل ما اشرح لك كيف نكون سؤال في هذا الزمن ونخلص، شرحت لك اياه بالتفصيل الممل تبع بنت خالة الممل تبعت بنت جيران عمة ابو المبسط في أفخم كتاب لشرح اللغة الإنجليزية لناطقين العربية في العالم اليوم. هذا هو بفضل الله الأكثر مبيعاً لبساطته. حطيت لك فيه الإنجليزية من الصفر، إيش يعني دو وبي وهاب. وأتحدى إذا عمرك سمعت دكتور جامعة بشرح لك إياها بالطريقة اللي حطيت لك إياها، طريقة مبسطة جداً أول مرة تسمع فيها تدخل دماغك، تشرح لك الإنجليزية وتركيب الجملة وسؤال، وتشرح لك جميع أزمنة الإنجليزية بالبلدي، كتبها بالبلدي بطريقة مبسطة بيكون زمن المضارع بالبلدي، وتمارين محلولة ومش محلولة، وفي الآخر في أسئلة تساعدك على التوفل والآيس. هذا الكتاب نقدر نبعته لأي مكان في الكوكب اليوم. يا هاي الأرقام في المكتبات من تحصل عليه، أو بعت مسج واتساب فقط على هذا الرقم نبعت لك إياه. هذا الكتاب بدونه ما أعتقدش الإنجليزية تكون سهلة بالنسبة إليك. الآن كل هذا الكلام مش روح بالتفصيل الممل في قلبه. خلصنا من تكوين الجملة المثبتة والمنفية. كيف أكون سؤال يثبتها ولا حاجة؟ كل اللي بتعمله شايف هذه بديك تحط did في الأول وتشيل not، فبتصير السؤال دائما يبدأ بdid دائما لكل الضمائر. وهنا الفاعل بغض النظر مين الفاعل، بعدين شوف الفعل في المصدر. ليش رجعنا الفعل في المصدر ما خدناش التصريف الثاني؟ انه في did، ونحن قلنا كل ما تكون جملة فيها did و didn't بنرجع الفعل للمصدر. بعدين بيكون في عنا مفعول به او صفة، وزائد ايش؟ تحديد الزمن. برافو عليك. ناخذ مثال، ناخذ هذا، هل هي لعبة كورة يوم الجمعة او الجمعة اللي راحت؟ بنقول did، ناخذ الجملة تصير did Sarah play ولا played؟ play ولا played؟ play. ليش؟ رجعت للمصدر في did. played football last Friday. علامة سؤال. هذا هو زمن المضارع البسيط الزعران الأزعر، كسرنا له راسه وحطيناه في الجيبة ولعبنا فيه غصبا عن اللي بده واللي ما بدوش، وصرنا بنقدر نتمسخر على أمريكان لما بيجيبوا سيرة هذا الموضوع. ما في أحلى من هيك. الآن بدي أمسح وأعطيك جملتين تعطيني الحل تبعهم بالتعليق أشوف مين يجاوب صح. إذا بدك زيادة أحصل على الكتاب الشرح وتمارين وأسئلة وزيادة وأعطيني حل. خد صورة من اللوح عشان أمسح وأعطيك الواجب. جاهز؟ طيب هات أمسح هذه خليها تحت التركيبة. بدي أعطيك هنا سؤالين تعطيني الحل تبعهم زي الأسد بالتعليقات أشوف مين يحل صح. بسم الله. السؤال الأول يقول ترجم الجملة التالية، ترجم للإنجليزية. رقم واحد بيقول صح معايا،
أبي 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 أكل التفاحة الأسبوع الماضي. ترجم لي إياها بالإنجليزي. السؤال رقم 2، أصدقائي، هذه صعبة شوية، أصدقائي كانوا جوعانين، جوعان يعني بدهم يأكلوا، جوعانين ليلة البارحة. بدي أشوف مين أسد يعطيني حل الجملتين هدول بتحليق. إذا عندك أي سؤال اكتب لنا إياه، أو أنا بنصحك اللي عندك سؤال تعال على الواتساب على هذا الرقم بنجاوبك أسرع. الدرس هذا موجود على موقعنا speta.com. إذا عندك أي سؤال هي رقم الواتساب، أعطيني حل هذه بالتعليق. بالتوفيق.